بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد على قناة علم نافع لشرح الدروس الجامعية بالدارجة المغربية. إن شاء الله الدرس ديالنا الجديد اللي غادي يكون هو حول لا ميكانيك كونتيك. واللي باقي ما شافش الدروس اللي فاتوا، ما عليه إلا يمشي للموقع ديالنا علمنافع.blogspot.com، دخل هنا دروس بالفيديو، غتلقى جميع التصنيفات ديال الدروس، وغتلقى البي دي اف باش كنقريو تحت الفيديو هنا في السيت. هنا هو التصنيف ديال لا ميكانيك كونتيك، ان شاء الله اللي غيكون هو الدرس الجديد. اذا ندوزو دابا للدرس ديالنا، وما تنساش تشترك في القناة باش يوصلك دائما جديد الفيديوهات. يلا دابا غندير واحد لانتروديكسيون ولا نسميوها هيستوريك على لا ميكانيك كونتيك، كيفاش حتى ظهرات وعلاش ظهرات. اون افي ا لا فان دي 19e سيكل اون ديستينغ دون لي فينومين فيزيك دو زونتيتي ماتيير اي رايونمون بور ليكيل اون ديسبوزي دو لوا كومبليتمون ديفيرون. قال لك السي عندنا حتى لنهاية القرن 19 كانوا عندنا جوج ديال يمكن نقولوا جوج ديال النظريات ولا قوانين اللي كانوا كيفسروا لنا جميع دوك الظواهر الملاحظة في ذلك الوقت. واشنا هما هاد جوج ديال النظريات اللي كانوا عندنا؟ هما النظرية ديال نيوتن عامة، هي النظرية الكلاسيكية ديال نيوتن، والنظرية ديال الإلكترومغنيتيزم ديال ماكسويل. وكنا كنتريتيو المادة ديك الساعة، كانوا عندنا ديك الساعة جوج ديال لي زونتيتي اللي كنا كنتريتيوهم. كنتريتيو لا ماتيير ولي غايونمون. لي غايونمون زعما الإشعاع، ولا ماتيير هي المادة. كانت النظرية الكلاسيكية ديال نيوتن هي اللي كتكلف لينا بهاد لا ماتيير، كتشرح لنا ديك الدراسة ديال لا ماتيير، ديبلاسمون، الفيتاس، اكسيلاسيون. اما بالنسبة للغيونمون كان ماكسويل انطلاقا من النظرية ديالو ديال الالكترومانيتيزم كان كيفسرنا تقريبا جميع الظواهر اللي كانت تطار في ذلك الوقت. On utilisait les lois de la mécanique newtonienne qui déterminent la trajectoire d'une particule soumise à l'action d'une autre à partir du principe de Newton. Idem avec ce qu'on a dit, Newton, quand il fait ça, il a jamais de dawahir. Fais qu'on dit jamais de dawahir qui ont une relation avec la matière. يعني ملي كديبلاص على ماتيير كان يمكننا نتوقعوا فين كتكون ديك لا ماتيير في اشمل لحظه، يمكن لنا نتوقع لاكسيليراسيون ديالها. مكنتنا باننا نديرو الدراسه ديال الكواكب، ديال الاقمار الصناعيه، اي حاجه ماكروسكوبيك، اي حاجه كبيره. En ce qui concerne le rayonnement, la théorie de l'électromagnétisme avait abouti grâce à l'introduction des équations de Maxwell à une compréhension de phénomènes en électricité, magnétisme et optique. حتى هنا كانت عندنا هاد لا تيوري ديال الالكترومغنيتيزم كانت كتفسر لنا جميع الظواهر اللي عندهم علاقه بلي غيونمون، يعني بالاشعاع. كانت كتفسر لنا ظواهر حول الالكتريسيتي، حول المغنيتيزم، وكذلك حول الاوبتيك. Enfin, les interactions entre rayonnement et matière s'interprètent bien à partir de la force de Lorentz. Had Lorentz, اش دار لينا هو؟ هو اللي استطاع انه يفسر لينا هاد اش كيقول لي هاد الانتيراكسيون بين هاد بحال قلتي هاد التفاعل بين الغيونمون والماتيير. استطاع انه يفسر لنا انطلاقا من العلاقه المشهوره ديال لا فورس دو لورنز. اش كتقول لك؟ هي ملي كتكون واحد البارتيكيل كتحرك في واحد لو شون كيكون الكتريك ولا ماني شون كون من شون الكتريك او مانيتيك، هذيك
لا بارتيكيل كتعرض لواحد لا فورس اللي هي لا فورس دو لورنتس. وهاد لا فورس دو هاد لا فورس دو علما ان ديك لا بارتيكيل راه هي اللي كتمنى لا سبي ديال لا ماتيير و دوك لي شون الكتريك و لو شون مانيتيك هما اللي كيمثلوا ليا غاي هما كيمثلوا ليا بحال قلتي لا سبي ديال الغيونمون اللي عندنا هنايا لي في تيوري ديال الالكترومانيتيزم. قال لك السيم اللي كتكون هذيك البارتيكيل كتحرك في هذا المجال كتعرض لا كتعرض لواحد لا فورس يعني كتاثر فيها واحد لا فورس اللي هي لا فورس دو لورنز اللي اللي كتساوي هي اف كتساوي شنو هي كي عامل لي او بليس في فيكتوريال بي بحيث في هي الفيتاس ديال ديك لا بارتيكيل. Compte tenu des expériences de l'époque, cet ensemble de lois avait donné des résultats satisfaisants. فذلك الوقت يعني هنا حتى النهاية ديال القرن 19 كانوا عندنا أي ظاهرة ملاحظة كيلقاو ليها تفسير بهاد الجوج نظريات. دابا نجيو دابا لو ديبي دي 20 سيكل. البداية ديال القرن العشرين est marqué par des bouleversements profonds qui aboutirent à l'introduction de la mécanique relativiste et la mécanique quantique qui montrent les limites de la mécanique classique. Là, في البداية ديال القرن العشرين ظهرت مجموعة من الظواهر اللي ما استطاعتش لا ميكانيك كلاسيك ملي كنقول لك لا ميكانيك كلاسيك يعني النظرية ديال نيوتن هي ديال القوانين ديال نيوتن والنظريه ديال الكهرومغناطيسيه ديال ماكسويل. هاد الجوج ما قدروش انهم يفسروا لنا مجموعه من الظواهر وهذا هو اللي عطى البدايه لا ميكانيك غولاتيفيست. لا ميكانيك غولاتيفيست يعني النظريه النسبيه ديال اينشتاين ولا ميكانيك كونتيك. هاد الجوج غادي يبداو يظهروا لنا هما اللي غادي يفسروا لنا دوك الظواهر اللي ما استطاعتش لا ميكانيك كونتيك انها تفسرها. زيد en effet les lois classiques cessent d'être valables pour des corps matériels animés de très grande vitesse. قال لك دابا هاد لي لوا كلاسيك دوك القوانين الكلاسيكيه القدام قال لك ما بقاوش صالحين ملي كنشدو شي ملي كيولي داك الجسم كيتحرك بواحد لا فيتيس كبيره ديك لا فيتيس كبيره تقدر تكون توصل حتى لا فيتيس دو لا ليمير. وهذا الشيء هو اللي كيميز النظريه النسبيه ديال اينشتاين انه جميع الظواهر اللي كيتريتي واحد الاجسام اللي كيتحركوا بواحد الفيتيس كبيره بحيث ان الكتله ديال الجسم انه الكتله ديال الجسم كما كنعرفوا حنا ان الكتله تقدر الكتله كنعرفوها حنايا قضاونا الكتله راه كونستانت هذه في النظريه الكلاسيكيه. اما اش يقول لك اينشتاين تيقول لك راه قد ما تزادت لا فيتيس ديال 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 داك الجسم قد ما الكتله ديالو كتزاد. هذا الشيء اللي كتقول لك النظريه ديال النسبيه. وما يمكنش لشي جسم يوصل لسرعه الضوء لانه لو ان شي جسم وصل لسرعه الضوء غتولي الكتله ديالو لا نهائيه الكتله ديالو لا نهائيه والكتله اللانهائيه ما كايناش كاع. الجسم الوحيد اللي كيتميز بديك السرعه واللي لاماس ديالو اي نول هو الفوتون هو اللي كنسميوه لا ليمير. لي لوا كلاسيك نو سون بلي فيابل على ليشيل اتوميك او سيب اتوميك دابا لو دومين كونتيك. قلنا دابا شنو لا ميكانيك كلاسيك ما كتفسرش لينا الاجسام ما كتقدرش دير لنا الدراسه ديال الاجسام اللي كيتحركوا بواحد الفيتاس كبيره وما كيفسروا ما كتفسرش لينا ايضا لي فينومين فاش كنهضروا هنا في لي زاتوم سيب اتوميك فاش كنهضروا هنا في واحد الدومين ميكروسكوبيك صغير بزاف داكشي اللي كيتعلق بلي بارتيكيل ما قدراتش لا ميكانيك كلاسيك انها تفسر لنا هاد الظواهر. دابا غنشوفوا اشنو هما هاد المشاكل اللي ما قدراتش لا ميكانيك كلاسيك انها تفسرهم لنا. اول حاجه ولا اول حاجه اللي تلاقاو بها العلماء اشنو وما قدروش يفسروها
شنو هي لا تيوري دي رايونمون تيرميك اي تيوري دو كوانتيفيكاسيون. دابا نشرحو دابا كيفاش تو كور بورتي ا ان تمبيراتير سيفيزامون ايلفي ايمي دي رايونمون كيل كو سوا سا لونغور دوند. قالك السي ملي كنشدو واحد الجسم وكنسخنوه كيبعث لينا واحد الاشعاعات بجميع الانواع. يقدر يبعث لنا اشعاعات ديال لي ترافيولي ديال الدومين فيزيبل ديال الانفراروج دي رايونمون تيرميك. زيد لو بوفوار ديميسيون اي دابسوربسيون دي رادياسيون تيرميك ديبون دونك دي كور كونسيديري. واش نلقاو؟ لقاو بان دوك الاشعاعات اللي كيبعثوا دوك اللي كيبعث يعني اشنو لقاو بان دوك الاشعاعات اللي كتبعث الاجسام كيتحلقوا عبد دوك الاجسام بحدهم. الاشاعات اللي كيبعث هذا الجسم ملي كنسخنوه ماشي هما الاشاعات اللي كيبعث الجسم ملي كنسخن جسم اخر ملي كنسخنوه. كيعطيونا كيعطيونا كل واحد فيهم اش كيعطينا. اون ديفيني انسي ان كور ريفيرونس بار رابور اوكيل سون ميزيري لي بوفوار ديميسيون اي دابسوربسيون دي زوتر كور سي لو كور نوار. شنو هو دابا لو كور نوار؟ قلنا الظاهره شنو هي ملي كنسخنوا شي جسم كيعطينا اشعاعات. وحنا كنعرفوا بان جميع الاجسام راه عندها واحد الدرجه حراره تقريبا الاشعاعات اللي كتكون فيه شويه ديال درجه الحراره كتطلق اشعاعات. الجسم الانسان كيطلق اشعاعات. دابا قال لك السي غادي نعتبروا واحد الجسم اللي غنعتبروه هو الريفيرونس هو المرجع. اشنا هو هذا الجسم؟ الجسم هو كنسميوه الجسم الاسود. هذا الجسم الاسود اي يعني هذا الجسم الاسود كيمتص اي شعاع سقط فوقه. مثلا جبتي انت واحد البيل وبغيتي تضوي على داك الجسم الاسود هو راه كحل ما كيبانش كاع. ملي غتجيب بيل وغتبغي تضوي على داك الجسم الاسود ما غاديش يبان لك. علاش ما غيبانش لك؟ لحقاش هو غيمتص دوك الاشعه كاملين. وهذه هي الميزه ديال الجسم الاسود. نديفينيو بعدا هذا الجسم الاسود. ان كور نوار هو شي حاجه ايديال اي بار ديفينيسيون ان كور كي ابسورب توت لي راديياسيون كي الغوسوا. هادشي قلنا كيمتص جميع الاشعاعات الاشعاعات كيمتصها كامله. اون لو رياليز سولمون ارتيفيسيالمون اون كونسيديرون ان كافيتي فيد بيرسي دان بوتي ترو. هاد الجسم الاسود يمكن لينا نصايبوه ارتيفيسيالمون يعني يمكننا صناعيا نصوبوه.